السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معانا قصة من حكايات الثانوية العامة، مأساة من مآسي كتير قدمناها في قناتنا، قناة أجيال أنداس وأجيال أنداس تي في. معانا قصة طالب كله بيشهد له اللي هو متفوق، قصة طالب يوسف أحمد، راسب في 5 مواد بالثانوية العامة، مضرب عن الطعام، أسرته كلها بتستغيث بوزير التعليم، بكل مسؤول التعليم، بالبرلمان، بسيادة الرئيس شخصيا. من ايام ما ظهرت نتيجه ثانويه عامه هو يعني الاسره كلها عايشه في حاله من الحزن الشديد جدا، وبعد ظهور نتيجه كمان راسب في 5 مواد والطالب متفوق، وهنسمع الكلام ده من ولي امره شخصيا. كل اللي فيها يوسف ما بيقولش غير عاوز حقي، عاوز حقي، عاوز اشوف نموذج ايجابي. الاجابه ليه؟ انا لسه نشر فيديو ليوسف دلوقتي، هنسمع بقى من الاب شخصيا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه وبركاته. ازيك يا فندم؟ ازيك يا استاذ اسامه؟ عرف نفسك للناس كده الاول. انا والد الطالب يوسف احمد عبد الحميد، صاحب المشكله اللي حضرتك بتعرضها النهارده. فحضرتك يوسف طالب من الطلبه المتميزين يعني، فالنتيجه بتاعته بصراحه جت مخيبه الامال. وانا في بدايه الثانويه العامه كنت قلقان جدا، هي سنه اولى ودفعه التابلت، نتيجة التخبط اللي كنت شايفه، لدرجة إن أنا كنت فكرت إن أنا أحول خالص من الثانوية العامة، ورحت فعلا طلعت بيان نجاح. تمام. بس المدرسين بتوعه اعترضوا، قالوا حرام عليك، ده طالب متميز، حرام عليك تنقله. عماته وخالاته برضه قالوا لي نفس الكلام، حرام عليك، أنت ليه هتنقل الولد من ثانوي عام لصناعي؟ قلت لهم يا جماعة أصل أنا يعني مش شايف فيه رؤية واضحة، التابلت يوم السيرفر بيهنج او الشبكه واقعه او السيستم ما بيحملش، فانا يعني قلقان من موضوع التابلت ده وكده. وجت في الاخر خالص لقينا امتحانات غريبه ونظام جديد طبعا ما اتدربتش عليه اساسا، ودخل الامتحان وزيه زي كل الطلبه. وعملت ايه يا ابني؟ طبعا كان في امتحانات جايه يعني صعبه جدا، يعني فوق حتى مستوى الطالب هو المتميز، يوسف علم علوم ولا علم رياضة؟ علم رياضة، وكان واخد اللغة التانية ألماني. طبعا برضه جات الامتحان الألماني كان كان برضه صعب، وكان فيه أخطاء. صعب غير الفرنسية، وكان كله أخطاء واخد راحتك. إنما الإنجليزي طالع منه مبسوط. إيه؟ قال لي لا تمام. الكيمياء نفس الحكاية، الفيزياء نفس الكلام. أتفاجئ إن جاية النتيجة عنده 5 مواد ونجح في الرياضة التطبيقية ونازل في الرياضة بحتة. طب يعني انا مش فاهم الوضع ايه بالظبط يعني. هو وفي طلبه تانية يعني اقل منه عدت واجتازت المرحله، بمجاميع قليله بس عدت واقل منه. فانا يعني 5 مواد كتير يعني. انا كان متوقع، وكان متوقع ان الالماني يبقى فيه مشكله، الماده تمام. الوحيده اللي كنا متوقعين فيها مشكله، لان الالماني كان جاي فيه اخطاء، ايوه. كنا متوقعين يعني، كنا مأهلين نفسنا ان كان ممكن يحصل مشكله في الالماني. ولكن فوجئنا بنتيجه غريبه جدا يعني، انا ما حدش مصدق النتيجه دي يعني حتى مدرسينه مش مصدقين، ما حدش داخل دماغه ان دي نتيجه يوسف. فطبعا الولد في حاله احباط، حاله يأس، مانع الاكل. فيعني انا يعني بنحاول معاه ان احنا نديله عصاير بحيث ان هو يفك من الجو ده. بس طبعا يعني هي الثانويه العامه كتير قوي ناس بتعتبرها مصير وكده، واحنا مؤمنين بالله وقابلين بالقدر. احنا بنناشد الساده المسؤولين، الساده القائمين على النظام في التربيه والتعليم، يراجعوا ورق الولد. احنا مش محتاجين اكتر من حقه، يشوف بس اوراقه ويشوف نموذج الاجابه، نموذج الاختبارات. لان يعني موضوع الامتحانات دي كان فيها كلام كتير وكتل بحثا، ناس كلمت فيه كتير، وانا سالت حتى مهندسين في المتخصصين في الاي تي والبرمجيات، قالوا لي نسبه الخطا من ضمن الحاجات اللي اتقالت لي ليا انا شخصيا، نسبة الخطأ في الكلام اللي هو تصحيح البابل شيت والسكانر والحاجات دي بتبقى 60% 70%. تمام. فاحنا عايزين حد يصحح الأوراق بتاعت الولد يدوي، يجيبوا أوراقه ويجيبوا نماذج الإجابة ويصححوها يدوي، مش طالبين أكتر من كده، عشان بس نفك من حالة الاكتئاب اللي جوه البيت دي، عشان نقتنع إن ده هو كده. لو هو فعلا راسب زمام كبير، خلاص يا ابني ده نصيبك وده قدرك، وأنت ما أديتش اللي عليك. تمام تمام مش طالبين حاجة أكتر من كده. هو أنت يوسف مضرب عن الطعام بقاله كام يوم؟ هو حضرتك من حتة الأكل دي، هو مانع الأكل تماما من ساعة ما النتيجة ظهرت، واخد بال حضرتك؟ ولكن حاولنا معاه نأكله، ست وحتى جت حاولت معاه يعني،
حب ياكل وحب يقطع الاكل. يعني انت عارف حضرتك البني ادم بيدخل في حاله اكتئاب، وخصوصا الشاب الصغير ايوه 18 سنه لسه ما لوش اي تجارب في الحياه، فبتبقى مم. الموضوع صعب قوي. وطبعا انا خايف من التفكير، هو حتى يعني سمته ان هو ما بيتكلمش كتير، فانا خايف من ان هو بيفكر في ايه، انا مش عارف هو بيفكر في ايه، لان هو طبيعته ما بيتكلمش كتير. فانت الواحد شايف الحالات اللي بتحصل كل يوم، في حاله بنت اخر حاجه سنه ان يعني في بنت رمت نفسها في النيل، حاجه زي كده بين السويس في بشكل يعني. انتحارات كتير اه فعلا. طبعا انا خايف من يعني شاب زي ده، يعني هي مش نهايه الدنيا، بس ولكن تفكير الشاب صغير او لسه يعني حد. طب انت مطالبك ايه يا ابو يوسف؟ لا بقول لحضرتك، حد من الوزاره سياده الوزير بنستسمحه ورق الطالب يطلع يتصحح مع نماذج الاجابه، مع نموذج الاختبار، لان انا عرفت ان في 4 نماذج اختبار كانت بتوزع عليهم، نعرف ان كان ده هو ده ورقه، هو ده حقه، خلاص راضيين. انما لو في حاجه ليه ياخدها، احنا مش طالبين اكتر من كده، لو في حاجه ليه ياخدها، لان احنا تعبنا جدا سنه كامله، يعني ارهاق في الاستنزاف في الموارد البيت، غير ان هو كان بيروح كمان الشرقيه، يعني كان بيطلع من مدينه الشروق يروح محافظة الشرقية في منطقة اسمها أبو حماد هناك عشان ياخد درس رياضة، لأن إحنا كان عندنا هنا السناتر، كانت ما فيش سناتر، الدنيا كلها كانت متقفلة، واخد بال حضرتك، ما فيش أي يعني هو مدرس. تعب 13 شهر، فاحنا بنطالب بعين بالظبط الرحمه، بعين الرحمه ليوسف من رئيس الوزراء، من وزير التربيه والتعليم، من سياده الرئيس، طالب زي ده مضرب عن الطعام وغيره كتير. احنا عايزين نموذج اجابه، كل الطلبه هتستريح لو نموذج الاجابه طلع. بالظبط بالظبط حضرتك، مش احنا عارف لو ايه السر في اللي احنا نخبي نموذج اجابه. والله يا ابو يوسف احنا معاك، وان شاء الله هنفضل ورا يوسف وغير يوسف وكل اخوات يوسف في الثانويه العامه عشان ياخدوا حقهم ويعرفوا ان هم في دوله قانون، عاوزين حقنا، عاوزين حق اولادنا، عاوزين كل الطلبه دي بما يرضي الله تاخد حقها. طالب زي ده في مقتبل العمر كان نفسه يبقى في هندسه يخدم بلده، يخدم نفسه، يخدم اهله، حصل اكتئاب في الاسره بسبب اخطاء، ومش عيب جدا، مش عيب قوي كمان اللي انا اعترف ان انا عندي اخطاء في المدح الضوئي، اخطاء في اي تصحيح في اي لجنه، لكن ما توصلش للدرجه ان الاغلبيه كلها دلوقتي اللي شايله مواد واللي ساقطه او اللي راسبه او اللي هم ضحايا الثانويه العامه كلهم شاطرين. مشكله التوأم، مشكله الطالبه سلوى اللي مخترعه مضادات حيويه، مشكله عمر اللي مخترع اجهزه يكتشف بيها الارهاب، غير البنت اللي هي وزميلتها مكتشفه جهاز لعلاج السرطان، حاجات كتير، وكل الطلبه دي هي اللي ساقطه. فانا بشكرك وان شاء الله صوتك انا يوصل. متشكر لك جدا حضرتك، واقف معانا واقفه مش عارفين نشكرك عليها ازاي يعني، وكتر خيرك، وارجو ان حضرتك ان كلام حضرتك يوصل للمسؤولين، و اتمنى والله يا ابو يوسف، انا نفسي كل اولادنا ياخدوا حقهم، نفسي. يا ريت يا فندم كلام حضرتك يوصل للمسؤولين، وشاكرين جدا ليك يا استاذ اسامه، والطلبه دولت ولاد مصر، دولت اللي هم الجيل الجاي اللي هو هيقود مسيرة النجاح في مصر. إن شاء الله يا بيوسف، وإن شاء الله الناس بتدور على حقهم، واخد بال حضرتك، هيبقى طبعا كارثة، مشكلة، الناس هتبقى بتدور على كارثة حقهم. كبيرة. والله شاكرين إحنا ليك جدا. بنطالب وبنوصل صوتك إن شاء الله لكل المسؤولين، ويا ريت كلنا يا جماعة ننشر الفيديو على أوسع نطاق، عاوزين ننقذ يوسف مضرب على الطعام. يا يوسف يا ريت اعرف إن ربنا عز وجل كاتب لك الخير، وإن شاء الله ربك هيجيب لك حقك سواء في الدنيا أو في الآخرة. دعوة المظلوم مفيش بينها وبين ربنا حجاب، ويستحي الله عز وجل انه يحاسب المظلوم فيدخله الجنه بدون حساب. ده بنقدم لك التحيه والشكر لكل اسره يوسف، أنا واحنا وراك ان شاء الله لغايه ما نجيب حقه ان شاء الله. إن شاء الله بإذن شكرا الله، يا شكرا فندم، شكرا ليك يا فندم، شكرا، مع السلامه.